السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد القرغلي من قناة ايتك برو. أحبتي، اليوم سوف نتكلم عن أحد الأجهزة الأساسية التي تتكون منها الشبكات، ألا وهو السويتش. ما هو السويتش؟ السويتش هو عبارة عن جهاز يحتوي على مجموعة من البورت، وهذا الجهاز له القابلية على التعامل مع البيانات في الطبقة الثانية من الـ OSI Networking Model أو الـ Data Link Layer. وهنالك نوع آخر من أنواع السويتشز الذي له القابلية على التعامل مع البيانات في الطبقة الثالثة من الـ OSI Networking Model أو Network Layer، وهذا النوع من الأجهزة يسمى بـ Layer 3 Switches أو Multi-Layer Switches. ما هي أشكال السويتشز؟ تتوفر عدة أشكال للسويتشز، ومنها Fixed Platform. يتميز هذا الشكل من السويتشز أنه يكون ثابت من حيث الهاردوير، أي أننا لا نستطيع إجراء أي تغيير عليه، أي أن عدد البورتس في هذا السويتش يكون ثابت وغير قابل للزيادة أو التعديل. الشكل الثاني من أشكال السويتشز هو ما يسمى بـ Modular Platform. يتميز هذا الشكل من السويتشز أنه يتكون من مجموعة من الموديولز، أي أنه يكون مرن من حيث الهاردوير، أي أننا نستطيع إزالة أو إضافة موديول كلما تطلبت الحاجة. على سبيل المثال، إذا كنا بحاجة إلى زيادة سرعة البورت، فإننا نستطيع إزالة الموديول الذي يحتوي على بورت بسرعة قليلة وإبداله بآخر يحتوي على بورت بسرعة عالية. الشكل الثالث من أشكال السويتشز هو ما يسمى بـ Stackable Platform. يتميز هذا الشكل من السويتشز أننا نستطيع ربط أكثر من سويتش مع بعضها البعض بكيبل خاص يسمى Stack Cable، لكي تعمل وكأنها جهاز واحد. وتتميز هذه الطريقة أننا لا نستطيع ربط أكثر من 9 أجهزة مع بعضها. بعض المفاهيم الأساسية عن السويتش: يتخذ السويتش قرار تمرير البيانات بناء على البورت الذي قدمت منه البيانات أو الإنجريس بورت، وكذلك الديستنيشن بورت. وكذلك يقوم السويتش ببناء ما يسمى الماك أدريس تيبل لكي يستخدمه بتمرير البيانات. ويقوم السويتش أيضا بتمرير البيانات بناء على الديستنيشن ماك أدريس. هذا مثال على الماك أدريس تيبل، أو كيف يبدو الماك أدريس تيبل في السويتش. على سبيل المثال، إذا قلنا أن الجهاز A يريد أن يرسل معلومات إلى الجهاز D، ففي هذه الحالة سوف يقوم جهاز A بإرسال المعلومات إلى السويتش، وبعدها السويتش سوف يتخذ القرار المناسب بإرسال المعلومات إلى الجهاز D بناء على الديستنيشن ماك أدريس. ففي هذه الحالة السويتش سوف يستلم الماك أدريس 33 في الديستنيشن ماك أدريس، وبعدها يقوم بالبحث عن هذا الماك أدريس في الماك أدريس تيبل، فإنه سوف يجد أن البورتس لهذا الماك هو Fast Ethernet 0/2، أي أنه بعد أن يستلم معلومات من جهاز A أنه سوف يقوم بتمرير هذه البيانات إلى البورت رقم 2. ما هي طرق تمرير البيانات في السويتش؟ هنالك 3 طرق لتمرير البيانات في السويتش. الطريقة الأولى هي Store and Forward Switching. في هذه الطريقة يقوم السويتش باستلام الفريم كاملا ويقوم بخزنه في الذاكرة الخاصة بالسويتش، وبعدها يقوم بعمل Error Check لهذا الفريم ويتأكد من خلوه من الأخطاء، وبعدها يقوم بتمريره إلى Destination Port. أما إذا وجد أن هنالك أخطاء خطأ في هذا الفريم، فإنه سوف يقوم بإهماله. الطريقة الثانية من طرق تمرير البيانات في السويتش هي ما تسمى بـ Cut-through Switching. في هذه الطريقة يقوم السويتش بتمرير البيانات حالما يستلم الـ Destination Mark Address، أي أنه لن يقوم بخزن الفريم في السويتش. الطريقة الثالثة من طرق تمرير البيانات في السويتش هي ما تسمى بـ Fragment Free Switching. في هذه الطريقة يقوم السويتش باستلام أول 64 بايت من الفريم ويقوم بعمل Check Error لهذه الـ 64 بايت، وبعد التأكد من خلوها من الأخطاء يقوم بتمريرها إلى الـ Destination Port.
لماذا يقوم السويتش في هذه الطريقة باستلام فقط أول 64 بايت من الفريم؟ وذلك لأن أغلب أخطاء الشبكات وأخطاء التصادمات في البيانات يكون في أول 64 بايت من الفريم. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.